بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمود راجح. المرة اللي فاتت اتكلمنا في جزء من الماث وهو الأوبريتورز، تمام، واتكلمنا في الانبوتس اللي احنا بندخلها للانبوتس اللي احنا بندخلها للدينامو، سواء كانت البوليان او النمبر او السترينج. اتكلمنا المرة اللي فاتت بالتفصيل شوية على النمبر والسترينج. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة وهي ليه البوليان، تمام. وطالما بتتكلم على البوليان فانت لازم تدخل تتكلم معاها على اللوجيكس، تمام، على اللوجيك. ايه هو اللوجيك؟ اللي هو and or and or، تمام، اللي هو إذا كانت فولس أو ترو، أو إذا كانوا اتنين مثلا فولس وترو، إذا كانوا تلاتة فولس وترو وهكذا. خد بالك إن أنت تقدر تزود بوليان كمان كده أهو، تمام، بالكليك، أو تطرح منها بوليان زي ما أنت عاوز. وليكن إحنا هناخد على مثال بسيط جدا على 2A 2 inputs، تمام. فأنا أدي بوليان كنترول سي كنترول في كمان، تمام، وهناخد معانا الاتنين بالشكل ده، كويس. طيب، وزي ما قلنا المره اللي فاتت انه انا علشان خاطر اشوف الناتج بتاع العمليه اللي انا عملتها فانا بستخدم واتش. فادي بوليان فولس وادي بوليان فولس. اند هنا لو جيت تقرا الديسكريبشن بتاعها بيقول لك انه بيريتيرن، بيرجع ايه بقى؟ ترو اونلي اف بوث اوف ذا inputs are true. لو الاثنين true يرجع لك true. طب لو واحدة فيهم false يرجع لك false. اهو بص كده الريزلت هنا false لان الاثنين false. طب لو واحدة true وواحدة false يرجع لك false. لازم الاثنين يكونوا true علشان تطلع true. طب انا بستفيد من كده ايه يا باشمهندس؟ زي ما قلنا لما تيجي تشتغل على الريفت بيحتاج منك يا باشمهندس انك تقول له هو انت بالظبط لو اتحقق الشرطين دول اعمل كذا، تمام. طيب لو اتحقق واحد منهم وما اتحققش تبدا تعمل كذا. فلو اتحقق وما اتحققش يبقى لازم تستخدم الترو والفولس، تمام. طيب اور ده بيقول لك انه بيريتيرن ايه؟ if either of the inputs are true. if neither are true returns false. يعني ده صح او ده صح، واحد ترو منهم يجيب لك ترو، تمام. يعني ان لو الاثنين غلط يجيب لك غلط. تعال نشوف ادي واتش. وخد بالك انت لو بتتلخبط يبقى لازم تعمل زي ما انا بعمل لك كده، انت بعد ما تطلع الاند والاور تشوف كده الناتج الريزلت بتاعك ايه عشان تعرف تحدد هل هو ده الناتج فعلا اللي انت محتاجه ولا لا. فقلنا ادي الاثنين ترو يطلع لك ترو. طب لو واحد ترو واحد فولس طلع لك ترو. ليه؟ لانه قال ده صح او ده صح طلع لي صح، صح كده؟ هو ده الاور. فادي هنا ده ترو ده فولس، ففيهم واحد ترو فراح مطلع لك ترو. حتى لو انت جبت واحد تالت وكان التالت ده فولس، خلاص طالما واحد منهم ترو فيطلع لك الناتج بتاعك ترو. انما ده لو ده فولس، انا وان جيت عملت كده اهو يديك فولس. حتى لو اتنين ترو طالما واحد في المجموعة دي فولس، خلاص يبقى اذا بالنسبة له كله فولس، كويس كده. طيب خلينا نشيل ده ونشتغل على اتنين بس عشان حضرتك ما تتلخبطش. تعالى نختار ده بقى اللي هو اكس اور، اللي هو ريتيرن ترو اف اند اونلي اف اكزاكتلي وان اوف ذا انبوتس از ترو. لو اكزاكتلي واحد منهم هو الايه؟ هو ترو. فلو انا جيت هنا ده وجيت ده، تعال نشوف الريزلت ايه. الريزلت فولس. تعالى كده كنترول سي كنترول في، قال لك هنا فولس. فولس ليه؟ الاثنين ترو، انما لو واحد ترو واحد فولس يديك ترو. الاثنين فولس يديك فولس. الاثنين ترو يديك فولس. هو عاوز واحد فولس وواحد ترو عشان يديك ترو. بص اقرا كده تاني، قال لك ان هو بيريتيرن ترو
if and only if exactly one يعني واحد بس of the inputs is true. لو واحد بس في الانبوت صح يديك صح، طب لو كله صح يديك غلط، طب لو كله غلط يديك غلط. يبقى هو اذن ده الفرق ما بين اور وما بين اكس اور. شفت الفرق؟ يعني ده بتلخبط ناس. اور يعني اي واحد منهم يطلع صح اديني صح، حتى لو الاثنين صح يطلع صح، لو الاثنين فولس يديك فولس. تمام. طيب اما ده لو الاثنين صح يديك فولس، لو الاثنين فولس يديك فولس، لازم واحد فيهم بس هو اللي يكون ترو والباقي غلط. تمام. واحد بس هو اللي ترو والباقي غلط عشان يديك ترو، غير كده يديك فولس. ده الفرق بين اور واكس اور. تمام. طيب اما اند يبقى لازم كله يطلع صح عشان يديك ايه؟ يديك يديك ترو. كويس، حلو قوي. تعال نجرب في كمان حاجة في الأوبريتورز. قلت لك استناني لحد لما إيه، لما نيجي في البولين ونقول لك أنا لا يساوي. لو أنا جيت قلت له مثلا آدي الإكس وآدي وادي الاي الواي، لا يساوي ده معناها ايه؟ لما انا جيت قلت له هنا قلت له ده صح وده صح، اذا هما متساويين فالناتج يكون فولس غلط. تمام. فولس فولس يعني هما هل هما مش متساويين؟ قلت له لا، دول هما متساويين، اذا الناتج يبقى ان هما مش متساويين. طيب لو انا جيت فولس وهنا فولس ديك فولس، ليه؟ لانه قلت له ان هما مش متساويين لكن هما فعلا متساويين، اللي هو فولس وفولس. تمام. طب لو واحد ترو واحد فولس يديك ترو، ليه؟ لان ده لا يساوي ده. تاني الاثنين ترو فالاثنين متساويين، وانا بقول له هما الاثنين ما بيساووش بعض، فاقول لك غلط، الاثنين ما يساووش بعض، انما انت هما الاثنين بيساووا بعض. طب هنا ده فولس وفولس، يبقى الاثنين بيساووا بعض، وانا بقول له ان هما ما بيساووش بعض يديك فولس. تمام. انما لو واحد واحد يديك ايه؟ يديك ترو. بس كده خد بالك ما تلخبطش بينه وبين اور. بص اور اور هنا ده او ده صح اداك صح، انما لو الاثنين صح اداك غلط، ده لو الاثنين صح اداك غلط، وهكذا. تمام. طيب و اللي هو الاند، ده لازم الاثنين يكونوا صح عشان يديك صح. تمام. طيب لو الاثنين فولس يديك اهو يديك فولس. طب لو الاثنين صح يديك صح. طب لو واحد صح وواحد غلط يديك فولس. تمام. فاذا اند معناهم لازم الاثنين يكونوا صح عشان يديك صح، اما لو الاثنين غلط يديك غلط، لو واحد صح وواحد غلط يديك غلط. تمام. فانت خد بالك بقى الفرق ما بين اند اور اكس اور لا يساوي و ده وده. تمام. وفي عندك كمان هنا اللي هو يساوي الايكوال. تمام. كل ده يدخل تحت نطاق اللوجيك. هل ترو بيساوي فولس؟ قال لك لا، يبقى اذا فولس ما بيساووش بعض. طب ترو بيساوي ترو يبقى ترو، فولس بيساوي فولس يبقى ترو. يبقى اذا انا هنا حبيت بس ان انا اوضح لحضرتك مجموعه من اللوجيكس. تمام. اللي لازم تاخد بالك منها وانت شغال علشان خاطر تشوف هو انت عاوز تعمل ايه بالظبط. لازم تشوف انت عاوز تعمل ايه وايه هو الكونديشن اللي يحقق لك اللي انت عاوز تعمله. كويس كده. طيب خلونا نقول معلومة صغيرة قبل ما نمشي، نمسح ده كده اللي هو اليونتس. convert between units، حول ما بين الوحدات. ده برضو لو انا جيت هنا قلت له، ولا بلاش البلوك، خلينا نكتب نمبر. لو انا قلت له النمبر هنا مثلا 3000 وصلته هنا، فقلت له ان ال 3000 دي مثلا بالمليمتر وانا عاوزها بالمتر، فجابها لك ان هي 3.
لو انت عاوزها مثلا بالسنتيمتر فبالك ان هي 300 وهكذا، دي الوحدات. طب هنا انت عندك لينس لو انت عاوزها بالاريا، تمام، لو انت عاوز الاريا، لو انت عاوز الفوليوم، تمام، ده مش كيوبيك متر مثلا، ده كيوبيك فوت، فتبدأ تغير لك بالشكل ده عشان تغيير الوحدات. برضو نفس الفكرة ما بين الديجريز والايه الديجري والراديان، وادي هنا ده برضو اليونت تايب لو انت عاوز هنا لينس اريا فوليوم اللي انت عايزه، تمام. و في عندنا هنا كمان نمبر فروم فيت تو ايه تو انش. اذا الحاجات دي يا باشمهندس انت تقدر تبص عليها وتشوف. طبعا احنا مش هنقدر ان احنا نغطي في الكورس كل حاجه، ولكن انا بفتح لحضرتك ازاي انت تقدر تشتغل، ايه الاوبشنز اللي ممكن تلاقيها جوه البرنامج وتقدر تتعامل معاها، وتقدر تتعامل معاها كويس كده. طيب خد بالك انت لما تقعد تلعب هنا انت مش هتخسر اي حاجه خالص، يعني العب وخد وقتك واشتغل وتعلم، وفي الاخر خالص هتلاقي نفسك اتعلمت من التجربه، اتعلمت من التجربه. يعني بص كده مع نفسك ايه الفرق بين واتش واتش 3 دي واتش ايمج، وقول لي في الجروب ايه الفرق. شوف هنا موضوع الكالرز، تمام. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو افادكم. المره اللي جايه نبدا نتعلم حاجه مهمه جدا جدا، وهي المانجينج اوف ليستس. لازم باشمهندس تكون عارف اساسيات التحكم في الليست علشان خاطر تقدر تتعامل مع الداينامو، لانه اغلب السكريبتات بتاعتنا لازم تشتغل على ليست، تمام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.